طرد لاعب المصري، ايضا اتفق مع الكابتن جهاد جريشه فيه الكابتن رضا البلتاجي. نشوفه. يعني في اللعبه دي كانت تقريبا في بعد تقريبا حوالي 10 دقائق من بدايه الشوط الثاني. ايوه. اللعبه تحديدا كان مهاجم الاهلي بيروح وفي المدافع بيحاول يطلع كره. ايوه. زي شلوت كده، اتصور انها لمست. كنت اتمنى الفار هنا يستدعيه. هو وقف شويه، سمح، حصل نقاش، وبعدين سمح باستمرار اللعب. رؤيتي انا ان في مخالفه في اللعبه دي. لو خارج منطقه الجزاء كان صاحبها بطاقه حمراء. بطاقه حمراء. لو خارج منطقه الجزاء. تمام. لو داخل منطقه الجزاء كان هو ركله جزاء وانذار. وانذار. طيب ده يقودنا للسؤال، يا كابتن حنفي انت شفت اللعبه دي ازاي؟ وشفت اللعبه بتاعه ضربه الجزاء بتاعه حسام حسن ازاي؟ يعني كان وجهه نظرك ايه؟ فسرتها لنفسك ازاي؟ ونحن في شهر كريم كل واحد منا بيروح وبيصلي وبيقرا قران عشان يعرف ينام. لكن تسيب الناس كلها متضايقه وتشعر بالظلم، والله اعلم بعضهم بيدعو يقول ايه؟ ده كلام غير مفهوم. غير مفهوم، لأنك فعلا لو كنت ما شفتش تبقى أنت فعلا مش عايز تشوف. المسائل واضحة إلى درجة لا يمكن تقولي ما شفتهاش. ده أنت عندك نفس الطرف ونفس الفرصة بتاعت الكابتن جهاد وبتاعت الكابتن رضا وبتاعت الكباتن ناصر عباس بتاعت كل الناس اللي هي عندها فرصة تعيد وتشوف وتزيد وتنجئ، بس عندك سلطة انك في نفس اللحظة تستطيع ان تصوب او تستدعي الحكم لتصويب قراره ولم تفعل. فالله اعلم بالنوايا. عندك فرصة وعندك سلطة والمفروض عندك ضمير. المفروض عندك ضمير، لان انا في تقديري ده شلوت في وجه العدالة. اللي حصل ده لما تحصل اخطاء في منتهى الوضوح ويتم التغاضي عنها بهذا الشكل، ده شلوت في وجه العدالة بجد. هو أنا عايز أسألهم سؤال يا أستاذ إبراهيم، بس واحد في المقابل بقى، لو الأخطاء دي صدرت عن الأهلي كيف يكون الحال؟ ده الفار استدعى يعني أليو ديانج بعد اللعبة، بعد اللعبة على كورة يعني ارجع تعالى أقل وضوحا من الألعاب دي، وضربات جزاء أقل وضوحا من الألعاب دي، ورغم هذا يعني طيب ما تقدرش تطلب مننا ان احنا نكون مرتاحين ونحسن النوايا ابدا، ما تقدرش تطلب مننا هذا وانت تفعل ذاك.